طيب فيصل، منتخبنا سيء؟ هو صراحة يعني زي ما قلت ولا الخصم قوي جدا؟ أهم مكتسباتنا اليوم إن احنا لازم نجهز أنفسنا لكأس العالم، هذه مكتسب اليوم مهم جدا في المباراة. أي اليوم لازم نعترف بواقعنا، احنا أنا زي قلتها وتحدثت عنها كثير، طموحاتنا أكبر من واقعنا، مع الأسف احنا نعتقد إنه وصلنا كأس العالم، إن احنا رايحين كأس العالم بننافس بنفوز. يعني اليوم أنت لازم تتكلم بلغة المنطق والعقل. اليوم اللاعب، أنت اليوم شاهدت اللاعبين المحترفين وشاهدت اللاعبين الهواة اليوم. المنتخب السعودي كلاعب هاوي عند الموهبة عند الإمكانات، ولكن ينقصه الكثير حتى يواجه لعيبة محترفين ولعيبة قوية. اليوم أنت قابلت واحد من أفضل منتخبات العالم، المنتخب البلجيكي. اليوم النتيجة ممتازة 4، على الفرص اللي ضاعت كان المفروض أنها 8. أنت تتكلم على منتخب عندنا مشاكل فنية كبيرة، لا على المستوى العناصر ولا على المستوى الجماعي. أنت لما تتكلم اليوم على تقول والله العمق، ما من قال العمق، الفريق كله اليوم، الفريق المنتخب السعودي طوال 90 دقيقة ما بنى هجمة واحدة صحيحة. كيف تقول لي أنت بتروح كأس العالم وتبغى تنافس وتبغى تقدم مستوى؟ أنا من وجهة نظري اليوم منتخب السعودية عليه أن يرضى بواقعه، عليه أن يرضى بالأخطاء. اليوم المنتخب اللي قاعد نشاهد اليوم ترى مو منتخب طلعنا فجأة، هذا منتخب تراكم، ترى سنوات طويلة وقرارات ومستويات ومواهب طالعة. وصلت لما وصلت إليه اليوم، خذ المقارنات. اليوم اللاعب السعودي يتقاضى مبالغ مالية عالية من أندية لمجرد التنافس، هل اللاعب السعودي يقدم مقابل هذه المبالغ اللي ياخذها كلاعب محترف؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، اليوم انت اكثرت اليوم من اللعيبه الاجانب في الدوري السعودي، هل اللاعب الاجنبي بيفيد الكره السعوديه وبيقدم وبيطور او بيزيد من تحجيم المواهب؟ اليوم عندنا 8 لعيبه الموسم القادم كلعيبه اجانب في الفريق الواحد، يعني في الفريق الواحد تخيل 8 لعيبه اجانب، يعني بيصير عندك يمكن تقريبا 3 مراكز بس اللي ممكن يلعب فيها لاعب سعودي، 3 مراكز. فلنفترض انه مثلا حارس او دفاع او مهاجم. اليوم من عندنا مهاجم اليوم؟ من فيه مهاجم في الكره السعوديه ممكن يلعب في كاس العالم؟ احنا كنقاد بدل ما نضع اللوم على المدرب. عيد عبارتك مره ثانيه. المهاجم يقول من عندنا، من عندنا مهاجم، من عندنا مهاجم اليوم في طيب الكرة. شوف التغريده هذه. طيب يلا تفضل. في تغريدتين للاستاذ تركي بن عبد المحسن ال الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه، يقول مستوى سيء لازم نحصل راس حربه. التغريده الثانيه يقول لك عبد الله الحمدان على صغر سنه افضل من مستوى السهلاوي الحالي. هذا الحين تغريدتين. هو ابو ناصر طبعا يعني هذا اللي يعجبني، اتفق مع كلامك انت. هو ابو ناصر يشكر على انه يعني هو ما عنده مجامله، الرجل يعني قاعد يتكلم بلغه انه الجمهور فعلا هو الان مسؤول عن هذا المنتخب، مسؤول عن نتائج المنتخب. بس ابو سالم على مؤاخذه، انت في نهايه الشوط الاول في الاستراحه بين الشوطين قلت ان احنا منتخباتنا لاعيبتنا ما يقولون اللاعبين العالميين بالمهاره الفرديه، هذه فيها مبالغه صراحه. لا انا اقول لك فيها مبالغه. اللاعب السعودي كامكانات فرديه، شوف اليوم استلام، شوف استلام سالم الدوسري، استلام ومهارته تمر فهد المولد، كامكانات فرديه عندك الامكانات، لكن انت كلاعب جماعي لو تشوف من يصنع اللعب الجماعي؟ اللعب الجماعي هذه من اللاشئين. انت لما تكون لاعب صغير تاسيس، يعني تاسيس، هذا تاسيس لاعب مؤسس صح. وفي لاعب لا على فكره شو اقول لك كمان، شو اعطينا التغريده الثالثه الحين اللي غردها على موضوع المحور، يقول لك مش معقول ما عندنا محور صريح. يا اخي عندك مش معقول، عندك نفس الكلام اللي لا عندك في ناس موجودين. لا عندك في نوح الموسى كويس، يعني عبد العزيز الجبرين اليوم كلاعب سعودي افضل لاعب محور. عبد العزيز الجبرين لاعب قوي دفاعيا، لاعب ما شاء الله جسمانيا وبدنيا قوي، لاعب يقطع الكره بشكل صحيح ويسلم بشكل صحيح، وهذا نادر مع انها اغلب الانديه السعوديه يعني دائما تتميز بلعب المحور. بس عنده بطء يا كابتن فيصل. عبد العزيز الجبرين عنده بطء شديد، هو اهم لاعب في الفريق لانه يعتبر لاعب المحور كمدرب ثاني في الفريق. انت اللاعب اللي تقطع الكوره، اللاعب اللي تصنع، اللاعب اللي توجه زملائك، اللاعب اللي تساعد المدافعين وتصحح اخطائهم. شفت بن عمر فكان بن عمر لاعب المحور ذا المنتخب تونس. هذا المحور، وانا اتكلم لك على لما تتكلم كوه. يعني انت تتكلم على لاعب محور طبعا وهذا الفرق. شفت لما انت لا لما